السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد من قناة معلومات. هنا في القناة بعرفك إزاي إن أنت تقدر تصمم لوحة تحكم خطوة خطوة، وبديك معلومات عن جميع أنواع المواتير من 1 حصان ل 250 حصان، بعرفك إزاي إن أنت تقدر تلف المواتير دي، وإزاي إن أنت تقدر تقسم التقسيمات بتاعتها. بعرف كل إنسان قاعد في البيت، بعرفه إزاي يتعامل مع الأجهزة الكهربائية بتاعته، لو حصل فيها مشكلة بسيطة إزاي إن أنت تعرف تعملها بنفسك من غير ما تكلف نفسك وتوديها للفني على حاجة مش مستاهلة، وأنت تقدر تحل المشكلة دي بنفسك. وبديك طرق الأمان إزاي من الأجهزة دي، لأن الأجهزة دي ساعات كتير جدا بتكون شغالة طبيعي، فبيحصل فيها مشكلة من الداخل فبتكهرب جسم الجهاز من الخارج. ساعتها لا قدر الله لو جيت تلمس الجهاز أو طفلك يلمس الجهاز ساعتها بيتكهرب لا قدر الله. فبديك طرق الأمان إزاي من الأجهزة دي. فيديو النهاردة برضه عشان ما أطولش عليك خاص باللي عايز يتعلم تصميم لوحات التحكم، إن شاء الله هنتكلم عن جهاز اسمه ليفل الماي. طبعا ليفل الماي ده يا جماعة بيركب للمواتير الغاطس، بس في معلومة بقى إن شاء الله أنا هضيفها النهاردة، أنا مش هشرحه في المواتير الغاطس، هشرحه إزاي إن أنت تقدر تحمي بيه المواتير الورنيش. إن شاء الله هنعرف المعلومة دي النهاردة مع بعض، بس قبل ما نخش على الشرح يا جماعة يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يعمل اشتراك دلوقتي ويشجعنا بلايك، لأن القنوات التعليمية بصراحة مظلومة وسط القنوات التانية. مش لازم ان انا بقدم حاجه هادسه يا جماعه عشان الاقي دعم، فيلا بينا نخش على الشرح عشان ما اطولش عليك. طبعا يا جماعه كالعاده هنشرح بس الاجهزه اللي معانا النهارده. دي سكينه قاطع، وده كوندكتور، وده كوندكتور، وده كوندكتور. عملنا برضو توصيلات المره اللي فاتت، وعملنا توصيله مفاتيح البوش بوتون الايقاف والتشغيل. النهارده بس معانا جهاز واحد اللي هو ليفل الميه اللي شكل جهاز الفاس سيكونس، بس هو ده يا جماعه ليفل الميه. تمام، هنعمل ايه بقى؟ الجهاز ده طبعا كلنا عارفين ان هو بيشتغل المواتير الغاطس، بيتحط في البير عشان المواتير الغاطس لو اشتغلت على مي، لو اشتغلت والبير ناشف طبعا الموتور بيتحرق. بس النهارده احنا هنحمي بالجهاز ده الموتور الهوائي اللي بيظهر قدامكم هنا دلوقتي. تمام، هنحميه ازاي؟ لو الموتور ده في البير جاله ميه اللوحه دي تفصل، عشان طبعا كلنا عارفين الموتور الهوائي لو نزل عليه ميه وهو شغال بيتحرق. فاحنا هنحمي ازاي؟ هنحمي بالجهاز ده النهارده الموتور ده. هخلي الجهاز ده اول ما يكون في ميه او رطوبه عند الموتور من تحت كده، هخلي الجهاز ده يدي امر للوحه اللي اللوحه دي تفصل. تمام، هنعرف ان شاء الله الكلام ده مع بعض. اول خطوه يا جماعه هندي الجهاز بتاعنا ده هنديله ايه؟ هنديله كهرباء. تمام، طبعا الجهاز ده ليه كذا توصيله، بس انا دايما بدور على التوصيله السهله عشان ان شاء الله المعلومه توصلك ببساطه. اول حاجه هندور عليها هندي الجهاز ده كهرباء. تمام، كهرباء ايه جايه مباشره اهي، هنروح للنقطه اللي دي اللي بتظهر قدامكم دلوقتي. طيب تمام كده، رحنا للنقطه ال، هنعمل ايه بقى؟ هندور على كالعاده على الارضي الرئيسي او البارد الرئيسي اللي هو ده. طبعا الثلاثه كهرباء رايحين والبارد الرئيسي اللي هو ده، هعمل ايه في البارد؟ هجي اضعه برده كده. تمام، واخد الرئيسي اللي هو ده، ورايح بيه على النقطة N اللي هي دي. تمام؟ طب هعمل ايه تاني؟ هاجي جاي واخد من النقطة N طالع على النقطة 1 اللي هي بتظهر قدامكم دي. تمام؟ من النقطة 2 هطلع بقى هوزع الأرض للوحة تاني، هرجع بالأرض على الكوندكتور عشان الكوندكتور يدي الإيه؟ يدي الأجهزة، عشان نقطة لما يحصل مية يحصل هنا يكون في رطوبة ولا حاجة، نقطة 1 ديت اللي هي الرئيسي بتبعد عن نقطة 2، بتقول نقطة 2 ابعد عن بعض، في رطوبة في الموتور، في مشكلة دلوقتي هتحصل للموتور. بيجي جاي النقطتين دول ان هي نقطة 1 بعد عن النقطة 2 فتفتح. تمام؟ فالموتور بيفصل. بعمل ايه تاني؟ لسه طبعا في توصيل. باجي للنقطة يو دي، باجي جاي عامل كوبري عليها كده للنقطة ال. تمام؟ باجي جاي بفيشة يا جماعة، باجي جاي واخد طرف كده ورايح بيه فين؟ رايح بيه جنب الموتور هنا كده، يعني هنقوله مثلا الموتور هنا هحطه بقى يعني على اول الشاسيه، اول الموتور هاخد برضه النقطه دي، اجي جاي طالع بقى هنا. تمام، جنبها هنا كده يا جماعه، ادي النقطتين دول. النقطتين دول اول ما يحصل فيهم رطوبه او يحس انه في ميه نزلت او ماسوره اتكسرت، تمام، بيحس الجهاز ده بيحس بايه؟ بيحس بالميه. النقطه 1 بتبعد عن النقطه 2 كده الموتور بيفصل، وان شاء الله الموتور كده بيكون في الامان. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتدعم القنوات التعليمية. سلام عليكم.